بين نتنياهو في إسرائيل والسنوار في حماس، يقف بايدن الذي تفصله أيام عن مغادرة البيت الأبيض في موقف صعب للحيلولة دون اندلاع حرب إقليمية بالشرق الأوسط في وقت تصر فيه إيران على الانتقام من إسرائيل بعد مقتل إسماعيل هنية في طهران. فما هي استراتيجية الرئيس الأمريكي لمنع وقوع الكارثة؟ في مقال بصحيفة واشنطن بوست يقول الكاتب ديفيد أجناتيوس إن جهود بايدن من خلف الكواليس تعتمد على حث إيران على ضبط النفس، بجانب تحذير نتنياهو بشكل صريح بعدم عرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار. في الوقت ذاته أرسلت أمريكا أسطولاً بحرياً وجوياً لحماية إسرائيل وحلفاء واشنطن الآخرين في حال فشل الردع في منع التصعيد. يقول الكاتب الأمريكي إن استعراض أمريكا لقوتها عبر وجودها العسكري في المنطقة ربما يثني إيران عن تصعيد كبير. على الجانب الآخر، لم يكن التواصل مع إسرائيل أقل تعقيداً. رغم عدم تعليقها، أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة بمسؤوليتها عن اغتيال هنية في طهران وفق مصادر لصحيفة واشنطن بوست. الصحيفة قالت إن البيت الأبيض استجاب بغضب نحو عملية اغتيال هنية كونها تمثل انتكاسة لجهود وقف إطلاق النار في غزة. وما زاد الأمر تعقيداً إعلان حماس المصنفة إرهابياً في واشنطن اختيار المطلوب الأول لدى إسرائيل يحيى السنوار ليكون بديلاً لهنية. وفيما يتعلق بجهود وقف إطلاق النار، تزداد الأمور صعوبة في ظل نجاح الوسطاء في إقناع حماس بالتراجع عن بعض المطالب ثم رفضها لاحقاً من قبل الوفد الإسرائيلي بعد الرجوع لنتنياهو. مسؤول دبلوماسي لخص لصحيفة تايمز أوف إسرائيل ما يحدث في المفاوضات بأن المفاوضين الإسرائيليين يقولون للوسطاء شيئاً في غرفة المفاوضات ثم يقول نتنياهو عكس ذلك في العلن. لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يرى أن السنوار هو صاحب القرار الرئيسي عندما يتعلق الأمر بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأنه كان ولا زال من يقرر ما إذا كان يجب المضي قدماً في التوصل إلى اتفاق. No one should escalate this conflict. We've been engaged in intense diplomacy with allies and partners, communicating that message directly to Iran. We communicated that message directly to Israel. وبين الردع والدبلوماسية، هل تنجح استراتيجية بايدن في منع اندلاع الحرب؟